شفنا من ضمن الحاجات اللي شفناها في التقرير يا كابتن كرة رجبي في فانا لسه بسألك، فانت قلت لي على فكرة انا اول واحد دخلت كرة ده الرجبي ديت في مصر. احكي لي ده بقى. ده انا اتريق عليا، الناس كانت بتتريق عليا تريقة مش طبيعية في كرة الرجبي دي. ابتدينا بيها سنة 2004 2005 كده في نادي الزمالك، كنت انا ماسك في قطاع الناشئين في نادي الزمالك، فكنت كل لما اجي اشتغل يا كابتن بركات لتنمية رد الفعل، فخلاص بعد تمرينتين التلاتة خلاص حارس المرمى بيبقى عارف الاسلوب هيتم ازاي. كنت زمان نربط الكوره كده في استيك وبعدين نربطها في حاجه وبعدين نشوطها فتروح تغير اتجاه، يعني حدوته كده لحقت انا تدريبات الاساتذه في الحاجات النوعيه دي، فكنا بنشتغل بالطريقه دي. فانا قعدت افكر ازاي الموضوع ده رد الفعل ده ازاي ننميه عند الحراس. فانا بحب انا الافلام الامريكاني شويه كده، فقعد بتفرج على فيلم بتاع كره ماتش رجبي في الفيلم بتاعي، الاقي الكوره بيشوطوها وبعدين بينطوا كلهم اللعيبه تنط كلها فوق بعضها وبعدين الكوره تلاقيها طالعه لوحدها كده في حته لوحدها. فقعدت اسال وابحث واشوف هل الدنيا دي يعني هل في التدريبات دي دخلت في اوروبا دخلت بره، فللاسف الشديد ما لقيتهاش. فبعت جبتها عن طريق كان كابتن حسين السيد نجم حارس مرمى نادي الزمالك عنده شركه شحن، فقلت له كابتن حسين انا عايز 10 كور رجبي اجيبهم من امريكا. يعني انت ما خدتهاش من تدريب حتى فرقه بره لا او لا او, لا أو لا اي حاجه، هي كانت انت فكرة. من خلال الفيلم انت شفت كده وحسيت ان الكوره ديت انا بالظبط ممكن استخدمها في التدريبات استخدمها واشتغل بيها. فقال لي يا ابني هتعمل بيها ايه، انت مجنون هتعمل بيها ايه دي يعني. فقلت له بس هات لي يا كابتن بس 10 كور من شركه الشحن بتاعتك وكده. فجاب لي ال10 كور. انتوا على حسابك ولا ايه؟ لا والله ما رضيش ياخد فلوس من كابتن حسين السيد. يعني كابتن حسين هو اللي دفع بامانه يعني. خلاص تحيه للكابتن حسين السيد طبعا كابتن. قلت له كابتن حسين طب فلوس، قال لي يا عم خلاص دي حاجه بسيطه مش عارف ايه. فجبت الكوره وبعدين ابتديت اشتغل اشوف ردها، طب اعمل ايه، طب ازاي، طب هل اشتغل بيها مره واحده. ابتديت اجيب طبعا كان العمالقه الكبار في التدريب منهم كابتن فكري صالح كان بيشتغل بكره التنس كويس قوي، وكابتن ابراهيم رياض العمالقه الكبار يعني. فطبعا ابتديت ان انا ازاي اهيئ حارس المرمى قبل رد الفعل ان انا اعلي تركيزه عشان اربط ارتباط شرطي بين رد الفعل والتركيز بتاع حارس المرمى، لان انت عارف يا كابتن بركات كل لما الحاجة تصغر كل لما يبتدي الواحد يركز فيها أكتر في الدقة، وطبعا سرعتها أعلى ومعدلاتها أعلى. فابتدينا نشتغل بكرة التنس وبعدين نطور على كرة الرجبي في تدريب حراس المرمى. خدتها بعد ما اشتغلنا وابتدت الناس تشوف وابتدت يجوا مصورين بقى، كان زمان بقى الجرائد الورقيه طبعا مش زي دلوقتي كده، وناس تيجي تصور وتنزل استخدام كره الرجبي اسامه عبد الكريم، وانا لسه حد لسه ما تعرفتش في المجال وكنت لسه في قطاع ناشئين نادي الزمالك ما اشتغلتش فريق اول في الدوري الممتاز. وابتدت الناس تكتب وناس تعمل وابتدت الناس تستضيفني في قناه النيل للرياضه، وخدت تريقه بقى للصبح وانا ماشي بالكره دي، انت جايب الكره دي عشان التدريب ولا عشان تفتحها كده وتشقها اتنين وتاكلها مش عارف ايه نوعيه التريقه دي اللي هتطلع حمراء بالظبط كده اللي انت عارفها الافشات الحلوه دي يا كابتن بركات. بس لحد لما اشتغلت بيها بشكل كويس الحمد لله وعملت صدى كويس مع الناس وابتدت الناس تبص ليها بشكل كويس، وابتدى اتكلم الناس كلمتني في اتحاد الكوره في التوقيت ده وقالوا لي ايه الموضوع. عملت انا بحث كنت مقدمه لهم، قدمت البحث ده ادوني جواب رسمي من اتحاد الكوره ان دي حاجه كويسه جدا وبتطور تدريب حراس المرمى في مصر، واي شغل جديد للتطوير تدريب حراس نتمنى ان احنا نقدم فيها بحث رسمي لاتحاد الكوره المصري.